بالنسبه للتشكيل المثالي للدوري المصري من وجهه نظري يعني انا شايف ان في لاعبين كتير يستحقوا، بس احنا مطالبين ب 11 لاعب. في حراسه المرمى انا بقول محمد الشناوي من النادي الاهلي، باك يمين رجب بكار من بيراميدز، انا شايف اللي ظهر بمستوى كويس لغايه دلوقتي في الظهير الوسط عبد الله البكري، وبقول ان ممكن يخش معاه محمود علاء او ايمن اشرف من النادي الاهلي. باك شمال انا شايف عبد الله جمعه، في علي معلول بس عبد الله اجهز في الوقت الحالي. وسط الملعب اتنين هيبقى طارق حامد ومعه حمدي فتحي، وفيهم فرجاني ساسي، في الشمال رمضان صبحي، في اليمين الشايف حسين الشحات برضو بشكل كويس، راس حربة هيبقى جونيور أجاي. هو طبعا بص يعني هم لاعبين كتير، يعني فعلا لو جيت عديتهم هتلاقي اكتر من 20-25 لاعب متوزعين، يعني وبعدين المشكله ان هي بتختلف في المراكز. يعني ما اقول احسن لاعب اتدربته في الباك رايت هو رجب بكار، هو فعلا مميز في الباك رايت، لما اجي اقول في الفيرويد لا، في 2-3 كويسين، عمرو مرعي، ناصر منسي، حسام باولو اللي قعد فتره، هو حسام باولو كان ظاهره، حسام باولو ظاهره ان انا اخذت لاعب عنده 32 سنه وبيلعب في الدرجه الثانيه، كان مع نادي الشمس وصعدت للدوري ممتاز وعنده 32 سنه ويطلع على طول في اول موسم هداف الدوري الممتاز المصري، والموسم اللي بعديه هداف الدوري الممتاز المصري مع نادي سموحه، فكان ظاهره حسام باولو. فكل اللاعبين اللي ظهروا بشكل كويس انا شايف انهم مميزين. سيرب بيالا ده كان لعيب من بوركينا فاسو، لعب هايل، ويمكن كان موجود معنا في الموسم اللي انا رحلت فيه في ام بي، ونادي الداخليه باعه لاحد الانديه في الدوري الممتاز الفرنسي، وما زال بيلعب لغايه دلوقتي في الدوري الفرنسي، ده لعيب ممتاز جدا. في لاعبين فريد شوقي كديفندر، ايمانويل ايجيبتور، احمد ايمن منصور بدايته كانت في نادي الداخليه، كان خرج من ناشئ نادي الزمالك ولم يضم احد من الانديه في الدوري الممتاز، وتم ضمه وشارك بعض المباريات، بعديها انتقل للنادي المصري. عاصم صلاح في الباك شمال في نادي طلائع الجيش، حسام حسن مهاجم سموحه والان منضم لمنتخب مصر، لاعبين كتير. فانا شايف ان كل لعيب في مركزه بيبقى مميز. يعني في الجيل القريب اعتقد محمد ابو تريكه طبعا لاعب فاز يعني على مستوى عالي، محمد بركات، في الجيل الحالي شيكابالا لاعب مميز جدا طبعا. كابتن محمود الخطيب طبعا يعني يمكن ربنا يشفيه طبعا ويقوم بالسلامه، انا حضرته يمكن الاجيال الجديده ما حضرتهوش، انما له مباريات وله فيديوهات. كابتن محمود الخطيب طبعا كان قامه كبيره في كره القدم المصريه. طب ممكن نقلب السؤال، عرض قبلته وندمت عليه؟ يعني اعتقد يعني مع احترامي بس كان تدريبي وموافقه التدريبي فريق الشرقيه ده العرض اللي ندمت عليه، وعلى اساسه تركت واعتذرت للتدريب ام بي ووافقت على تدريب فريق الشرقيه. اعتقد مباراه تاهل منتخب مصر لكأس العالم الأخيرة.